إيران ماذا تريد؟ ما هو المعارضون متواجدون في إقليم كردستان منذ أكثر من 20 سنة وأنت تعلم بذلك؟ ما الذي جعل إيران الآن وبهذا التوقيت تطالب بضرب الجماعات المعارضة لنظامها الداخلي؟ لماذا لا تمرر الحكومة العراقية الصفقات التي تضغط إيران باتجاهها على سبيل المثال؟ الحكومة العراقية مكبلة سيدتي، مع كل التحية والترحيب لحضرتك، الحكومة العراقية مكبلة لا تستطيع أن تتحرك حيال هذا الموضوع، لأنها مرتبطة بأكثر من دولة من خلال اتفاقات إن كانت سرية أو علنية، هذا فيما يخص الحكومة الاتحادية للأسف. ثانيا، اللاجئين الإيرانيين الذين يتواجدون هنا في إقليم كردستان متواجدون مو من 20 سنة، أكثرهم من أكثر من 50 و60 سنة، بعضهم من ستينيات القرن الماضي يتواجدون في العراق بسبب وجود خلافات سياسية بين نظام الشاهنشاهي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي مع الحكومة العراقية، حيث استوطنت هذه الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في هذه المناطق على أساس قانون اللاجئ العراقي رقم 51 لعام 1971. اليوم العراق يعاني فراغا تشريعيا حيال هذا الموضوع، لأنه لا يوجد قانون للاجئ. والتناقض هنا أن الحكومة الاتحادية اليوم تستخدم قانون سنة 1971، قانون تأميم النفط في التعامل مع إقليم كردستان، ولا تستعمل قانون اللاجئ رقم 51 لسنة 1971 للتعامل مع اللاجئين. هذا تناقض كبير لدى الحكومة العراقية. إذن ما الذي تريده إيران وما الذي تفعله ولماذا لم تتحرك وهي تتحرك الآن؟ لا، على العكس، المناوشات كانت دوما موجودة، كان دوما هناك استقواء من أطراف إن كانت كردية خارج حدود إقليم كردستان أو غير كردية أو عراقية أو غير عراقية لهذا الموضوع. إيران تريد أن تخلط الأوراق بكل صراحة. الوضع السياسي الإيراني اليوم متوتر كثيرا، بدليل اليوم رأينا ما فعله اللاعبين الإيرانيين أثناء المباراة بين منتخبي إيران وإنجلترا، وكيف لم يرددوا النشيد الوطني، وما هي الشعارات التي رفعها المشجعين الإيرانيين لدعم بلدهم ولنصرة بلدهم. بكل صراحة هذه المسألة إيران تريد من خلالها أن تصرف الأنظار عن الأزمة السياسية الخانقة.